دايما مهم عندنا ان احنا نقف عند الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها على السوشيال ميديا. لفت نظري جدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان هم بروزوا ونشروا بعض الصور لتماثيل موجودة في بعض الميادين في مصر، وكان عندهم يعني انتقادات لهذه التماثيل. خلينا نشوف مع حضراتكم جزء مثلا من هذه التماثيل، وده مثلا مفترض ان هو تمثال لنفرتيتي اللي احنا شفناه اول صوره. انا فاكر بتاع نفرتيتي ده غطيته من ده كان في المنيا مش كده، في المنيا اربع سنين، وقلنا بقى الموضوع هينتهي وقرصه ودن ومش عارف ايه. الفكره ان هو صوره يعني مختلفه خالص يعني او مختلفه لا مشوهة، ما فيش شيء من الجمال يعني، ده اللي أقصده. على فكرة ممكن يبقى تمثال مش دقيق قوي أو ما بينقلش صورة شخصية معينة بمنتهى الدقة بالتفاصيل، بس تشعر بالجمال وانت بتشوفه برضو. هي بقى تحاولي تكوني مؤدبة وذوق. أنا صدقني بحاول أوصف الموضوع بطريقة يعني ده هراء اسمه، وده كمان هراء زيه يعني، هو ملهاش وصف تاني، سواء بقى اللي عمل أو اللي وافق أو اللي شاف وعجبه. ده صورة برضو تمثال للخديوي اسماعيل، الله يرحمه الخديوي اسماعيل، لو يعني كان شاف التمثال ده مختلف تماما يعني عن الهوية بتاعت الفترة دي وعن هوية هذه الشخصية التاريخية من عمر مصر اللي بتختزل أو بتختصر حقبة مهمة بأحداث مهمة بتفاصيل مهمة. اللي احنا بنتكلم فيه ده الحقيقه مش رفاهيه. اعتقد ده كان في بورسعيد، اعتقد بورسعيد كان في بورسعيد دي ام كلثوم بالمناسبه. لو رجعنا بقى للصوره اللي فاتت دي اللي بتاعت، معلش ثانيه واحده، خديوي اسماعيل. لان انا اصلا المفارقه في ايه حضراتكم، ان كل الصور دي انا عدت عليا في مسيرتي المهنيه وفي برامج اخرى، فدليل انه ايه، ان احنا ما بنتعلمش او انه ما حدش عايز يتعلم. وانا فاكر كويس قوي محاولات بقى شيل التمثال ده كانت أسوأ من حطه، جابوا برضو ايه، دخل بالونش راح كسر التمثال، راح التمثال وقع على الونش، وكان برضو ايه سين ومظهر مضحك يعني يعني ومثير للشفقه والسخريه الاثنين مع بعض. والله كل ده حاجات دي عدت عليها هبه. خليني اقول لك، انا بص بصراحه انا بحب دايما يعني ابص للموضوع بمنتهى الموضوعيه. ما نقدرش ننكر ان في يعني جهد كبير بيتعمل في التطوير الحضاري والعمراني في مصر على مدار الكام سنه اللي فاتت. ما نقدرش ننكر انه في اهتمام بفكره الشكل الجمالي في الميادين وفي المدن القديمه والجديده، ده شيء مفروغ منه واتكلمنا عنه هنا في 90 دي اكتر من مره. لكن في نفس الوقت اذا في حاجه غريبه بالشكل دوت وحاجه ملهاش مبرر، من الطبيعي برضو ان احنا نتكلم عنها. الشكل زي اللي شفناه من يعني الصوره اللي قبل دي على طول، ام كلثوم، هل دي ام كلثوم؟ يعني هل دي ام كلثوم؟ شكل مختلف خالص لا تعبر. لو اي واحد مثلا حتى يعني بذل جهد فيها شويه هيقدر يطلع تمثال لام كلثوم. يا جماعه ده احنا يعني احنا عبقرة في النحت، حتى بتاريخنا كمصريين يعني تاريخ اجدادنا الفراعنة، احنا عبقرة في النحت زي ما بنقول كده بالبلدي، ده لعبتنا حتتنا محدش ينافسنا فيها، النحت من اول تاريخنا واحنا عبقرة وعظماء ومتميزين في النحت. مش معقول النهاردة انا لا اصدق ان احنا ما نعرفش نعمل تمثال او ما عندناش فنان مصري يقدر يعمل تمثال لأم كلثوم أحسن من ده، أو تمثال لنفرتيتي أحسن من ده، لا أصدق هذا الكلام. إذن في مشكلة في الآلية أو في الخطوات اللي بتتعمل بيها هذه التماثيل، وبنفوق متأخر شوية أو بناخد بالنا لما الناس بقى اللي سكان المنطقة اللي حوالين الميدان أو التمثال ده يبدأوا يقولوا إيه الشكل المشوه، أو يعني يبدأوا يعلقوا ويبدأوا يتكلموا على مواقع التواصل. يقوم جاي أنا واحد، أنا مش فاكر ده، أنا آسف، يقوم جاي واحد ينشر لك عرابي، يمكن الله يرحمك يا عرابي، استاذ خالد بيقول عرابي، الله يرحمك. انت عارف انا بس اللي بيضايقني في الكلام ده ايه، ان انت النهارده يجي بقى واحد مثلا ينشر الكلام ده على السوشيال ميديا، ياخد الصوره دي فيقول لك شوف اللي بيحصل في مصر. لا، هو اللي بيحصل في مصر ده كان قريب بقى. احسن من كده بكتير، ده وفي فن اكتر من كده بكتير لا يختزل. ده كان قريب، ده كان من شهر تقريبا. ده ايه ده اصلا؟ انا مش فاهمه ده صوره ايه او ده تمثال ايه، يعبر عن ايه؟ المفروض ان هو واحد من ملوك مصر القديمه، يعني اهلنا ملوك مصر يعني خلي بالك، واهلنا كل الوجه. رموزنا سمات الوجه، الوجه. إيه دي مالهاش علاقه بالشكل انت اصلا، ما ينفعش تقولي كلمه سمات دي، المنظر ده ما ينفعش معاه لا اي ذوقيات ولا اي كلام لذيذ. وانا عارف انت بتحاولي تمسكي الفاظ قدر الامكان يعني، بس انا القصه دي احنا بقالنا فيها سنين، وعلى فكره حتى المداخلات اللي دخلت معانا دي والله دخلت معايا قبل كده. اتفضلي.
دي مقتوله برضو، ده انا مش عارفه ايه ده، مفترض ملكه فرعونيه دي تقريبا يعني. كان قصده كليوباترا، بس حد ده بوكس في بقها. ده بوكس في بقها. خلي بالك اللي قصده اقوله لك، انا اللي فعلا بيضايقني جدا ان بلاقي مثلا صوره زي دي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، منتشره بشكل واسع جدا، بيتداولها ناس من دول مختلفه ومن ثقافات مختلفه، ويقول لك بص الميدان اللي معمول في مصر، بص التمثال اللي معمول في مصر. فانت بقى هنا ما بتقدرش بقى تقطع الطريق على الناس دي، ما بتعرفش ترد عليهم، لان فعلا بص هو العظمة. عبس. بص انا بضحك معلش طبعا الناس، وتبقى عايز ترد عليهم وتقول لهم يا جماعه اللي احنا بيحصل عندنا في مصر اعظم يعني من كده بكتير، يعني فما نسيبش فرصه بقى للناس ده ايه دي. ده يعبر عن ايه ده؟ ايه ده؟ عوده الالهه الاصنام، بنحط اصنام في الميادين عندنا، والله ده اللات والعزى غالبا شبهها او حاجه زي كده. طبعا الناس انا الواحد بيضحك ليه؟ انا بقول الحركه وانا بضحك لانه شر البلية ما يضحك، وانه الموضوع ده بالذات انا عدى عليا 20 30 مره والله هبه، يعني ده كمان في مفترض برامج ان هو مختلفه وفي يعني صوره لشخصيه فرعونيه برضو، سمات الوجه مختلفه خالص، وحتى بص اختيار الالوان يعني مش بس عشان برضو في بعضها الناس بتحطه بيبقى عارفها، انت حد عايز يوجب مثلا في مدخل القريه، فيجي الحاج محمد مثلا ايه عنده هنا مجزره ولا، فعايز ايه يعمل ايه يعني حاجه كدول لاهل القريه او او مثلا مع المحليات، فيقول لهم بقى انا هصرف لكم اعمل لكم التمثال ده بتاعك. بس مين بقى المسؤول عن فكره هو التنسيق الحضاري ايه والخطوات، ومين إيه؟ اللي بيتابع ومين اللي بيراجع ومين اللي بيشوف ومين وفين الذوق بتاعنا، وهل ده بيتوافق عليه؟ بيتوافق عليه من مين، من انهي جهه؟ وانا عارف، وعلى فكره قبل كده انا فاكر برضو جهاز التنسيق الحضاري، انا متاكد من العمل اللي بقولها دي، قال لك هنحط كود، هنحط كود لكل التماثيل، وانا المداخلات دي دخلت معايا فوق 20 مره والله، قال هنحط كل التماثيل ومحدش هيحط تمثال بعد كده في اي حته او اي منحوته، لانه برضه على فكره الموضوع مش بس التماثيل، الموضوع انت لو رحتي وسافرتي هتلاقي جداريات كتيره مشوهه او حاجه سيئه على يعني فكرة سيئه للغايه. الذوق العام مساله لا يستخف بيها ابدا، يعني الحاجات دي بتنشر الثقافه معينه وبتنشر ذوق عام عند الناس، وده طبعاً مش متقبل، يعني عينك يعني طول الوقت بتشوف حاجات مش حلوه، ده مش صح. وانا بيصعب عليا الجهد اللي بنعمله في التطوير الحضاري وفي القضاء على العشوائيات وفي التطوير العمران، يصعب عليا نيجي في الاخر اخر حته على التورته كده نقوم ملخبطينها ملحوسينها كده بالتماثيل الغريبه دي، يصعب عليا وللاسف الصراحة. لان كل الناس في المنطقه بتتابع اخبار مصر كلها طبعا بحلوها ومرها، احنا اي حاجه بتحصل عندنا في الشارع اللي ورانا هنا الوطن تضخم والكل الوطن العربي عنها. كله والعالم كله بيكمل، لانه مصر دوله مركزيه ومحوريه لقدرها طول عمرها، انه اي حاجه بتحصل فيها الناس كلها بتهتم حلوه او وحشه، الحاجات دي بقى بتتلف سوشيال ميديا وبتاخدها كل المواقع العربيه قبل الاجنبيه وبيتريقوا، وتلاقي وخش بقى اشوف تريقه لما، عشان كده انا بضحك لان هو الموضوع مثير للسخريه والشفقه، ولو ما انتبهناش بقى منه احنا مش يعني بنحول نفسنا كل شويه لاضحوكه واحنا مش واخدين بالنا، يعني ما ينفعش نبقى من سنتين عاملين موكب المومياوات الملكيه وكل العظمه وبالروعه وبالجمال وبعد كده ايه ده؟ ايه ده؟ مين طيب. ايه ده؟ خلينا ننقل كل تساؤلاتي انا وانت دي حسام للدكتوره سهير زكي حواس، استاذ العماره والتصميم العمراني بكليه الهندسه جامعه القاهره وعضو مجلس اداره الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. مساء الخير دكتور سهير، واهلا وسهلا بيكي في 90 دقيقه. مساء الخير بيكم يعني عليكم وعلى جميع المستمعين. الحقيقه انا بسمع ومبتسمه جدا لان الصور اللي بتعرضوها الحقيقه بقت مشهوره جدا. يعني خلاص طيب. ايه راي حضرتك بقى، يعني مين المسؤول عن التماثيل دي وعن وضعها في الميادين، هي القصه بتحصل ازاي؟ خليني يعني اشرح الموضوع، انه في حاجه اسمها الفن العام، يعني زي كل الفنون اللي بنعرفها في ايضا فن عام. الفن العام ده مرتبط بالعمران، بالمساحه اللي موجود فيها، بالفراغات اللي بين المباني في الميادين، كل ده اسمه الفن العام، سواء جداريات او تماثيل او اعمال فنيه نحتيه او اي يعني اي حاجه فيها فن، ولكن يراها المترددين على المكان بكثافة عالية جدا، لأن حضرتك بتمر في الميدان فبيفرض عليك هذا العمل كفن، يعني سواء رضيتي أو ما رضيتيش بتتلقي هذه الرسالة الفنية. الفن العام له شروط
وله قواعد. والفن يعني يمكن الأوحد اللي بيرتبط بالتصميم العمراني، لأن أنا لما بحط عمل فني في ميدان، مقاس العمل مرتبط بحجم الفراغ اللي حواليه، بالحيز المكاني، بمحاور البصرية. يعني أنا بشوف العمل الفني ده بسرعة ولا ببطء، ماشي على رجلي ولا راكبة عربية، بشوفه من الاتجاه ده وثم أراه من اتجاه آخر حسب الحركة بتاعتي. فده بالنسبة للفن العام يتطلب أيضا خامات خاصة جدا اللي هي تعيش تستحمل العوامل الجوية، لو ملون الألوان الثابتة، لو معدن من أنواع المعادن الغالية زي البرونز والحاجات دي لا تصدأ ولا تتأثر بالعوامل الجوية. طيب رائع. بقى للفن التماثيل بالتحديد، يعني يمكن القاهرة أو مصر بشكل عام يعني أكتر دول الشرق الأوسط اللي بتقتني مجموعة من الأعمال الفنية، التماثيل الميدانية أو الفن العام، لأنها جسدت شخصيات تاريخية كثيرة جدا. وعندك المسميات، يعني ميدان طلعت حرب، ميدان مصطفى كامل، ميدان رمسيس لما كان تمثال رمسيس الثاني موجود، وهكذا. أيضا عندك حضارة مصرية قديمة كان من معالمها إلى جانب المعابد والأهرامات كان عندي كمان التماثيل كانت عنصر أساسي في منتج هذه الحضارة. طبعاً حاجات عظيمة طبعاً. جدا لحد النهاردة الحضارة الفرعونية محفوظة في المومياوات ومحفوظة في التماثيل ومحفوظة في بلدنا كلها، يعني إنها أعمال يعني عالية القيمة جدا. لما أجي النهاردة أنتج ما هو جديد في عوامل مؤثرة، أي أحيانا الإعلان عن محل فالصاحب المحل يتبرع بالعمل إنه يحط قدام في الميدان اللي قدامه أو في الشارع عمل هو شايف إنه ده معبر أو إنه يعني يصلح. دي حقيقة أو يقول لك إهداء إهداء لكذا. طب أنا كنت بحكي ليه بالقصة دي، ده ينطبق على النافورات كمان. أيوة. على كل ما هو عمل النافورات والجداريات كمان يا دكتورة، والجداريات كل ما هو مقصود بيه إضافة لمسة جمالية إلى المكان فينطبق عليه الكلام ده. لكن في شروط بقى، أنا لا أخضع في الفن العام اللي اسمه عام الى المزاج الشخصي او ايوه رؤية. الله ينور على حضرتك بالظبط. يا اما بعمل مسابقه فيها لجنه تحكيم محترم من اسماء لها يعني مصداقيتها فنانين تحكم، ما هو من الفنانين والمثقفين والمتذوق للفن او الناقد الفني، ما هو ايضا يعني من ضمن الناس اللي يصلحوا للاختيار، اختيار العمل اللي يتحط. ده غالبا ما بقاش يحصل غير في القليل قوي، يعني يمكن اخر يعني ما سمعنا عن مسابقات في هذا المجال يمكن كان تمثال طه حسين او يعني حاجات قليله جدا. وبدا الاجتهاد في عمل تماثيل واسناد هذه الاعمال دون مراجعه، يعني بيسند العمل الى احد التحاتين ويصنع ما يراه هو من ناحية من وجهة نظره، ولا يسند إليه من أي شخص. حضرتك تقصدي مش من جانب الحكومة أو الدولة صح كده؟ لا طبعا يسند من جانب الدولة، ما هو عشان يحط العمل ده، ما هو لو الدولة هي اللي عايزة تحط العمل فبتسند العمل لفنان. طيب خليني أمشي مع حضرتك خطوة خطوة. الدولة تسند يعني ما هو حاجتين، يا إما حد بيعمل دعاية وبيهدي العمل الفني، أو إن الجهات الرسمية بتجمل مكان أو مدينة أو بترتقي بمكان فعايزة تحط لمستها. عندك العاصمة الجديدة ممتاز الفكرة، أنا فاهمة ده، بس بسأل حضرتك طيب ما بعد الإسناد بقى مفيش جهة منوط بيها مراقبة الشكل النهائي؟ يعني إحنا أسندنا لفنان لشخص ما إنه يعمل لنا تمثال عن نفرتيتي عن أم كلثوم عن كذا، طلع المنتج مشوه نحطه ليه؟ لا هو المفروض ما يطلعش المنتج مشوه اللي أنا هشوفه في الفراغ. ليه؟ لأن طلع من قرار رئيس مجلس وزراء المرحوم المهندس شريف إسماعيل بسبب أحد التماثيل اللي هو غالبا كان في المنيا اللي هو بتاع نفرتيتي،
لا نفرتيتي ده كان قبل كده شويه. طلع قرار على اعلى مستوى بان لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف اضافه عمل فني دون الرجوع الى وزاره الثقافه ممثله في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وده كان نتيجه اعتراض الجهاز على هذه الاعمال انها لا انا فاكر كمان يا دكتوره، هل ده بيتطبق بقى؟ انا فاكر كمان يا دكتوره انه قال هيتحط كود على حسب كل مدينه ومعايير كل مكان. لا هو الكود مقصود بيه النواحي اللي شرحتها في الاول. ايوه بالظبط، هو ازاي يعني تمثال يتحط عالي قد ايه، منخفض لو كان في منطقه للمشاه، هشوفه بسرعه المكان انا بمر فيه السرعه المسموح بيها لحركه السياره، فانا هشوفه ازاي، يعني في اعتبارات فنيه من ناحيه الستاندرز او النورم، يعني هي مش قانون او كود ثابت. أيوة. هو مرتبط بدراسه بصريه بحته ليها علاقه بمقياس المكان ومقياس العمل اللي هيتحط. طيب لكن الشكل الفني هل هو مسؤوليه التنسيق الحضاري ولا مسؤوليه مثلا المحليات؟ الشكل النهائي اللي طالع، يعني انا ليه بسال حضرتك؟ لانه اللي اثار الموضوع مره ثانيه، معظم الصور دي قديمه، لكن اللي اثار الموضوع مره ثانيه هو تمثال سيده العاشر من رمضان، الناس كلها قلبت الدنيا على السوشيال ميديا. الشكل الحقيقه يعني غريب جدا. هذا التمثال لم يمر على اي جهه لمراجعه الموقف الجمالي او الناحيه الفنيه اللي فيه. طب ازاي؟ انا اناشد جميع المحافظين في كل مكان، ارجوكم ما تفتتحوش ولا ترفعوا الستار. معلش يا دكتوره انا اسفه بقطع حضرتك، بس انا مش فاهمه، لو توضحي لي ازاي ما عداش على اي جهه؟ يعني هو التمثال خرج منين واتحط في الميدان ازاي؟ ما عداش على حد ازاي؟ الحي اللي موجود فيه، واحيانا بيدعى مسؤولين لرفع الستار عن هذا التمثال، فانا برجو كل مسؤول انه لا يقبل انه يشارك في يعني في تدشين هذه الاعمال الا وهو مطمئن. طب والاحياء دي ما فيش تبقى جهه المسؤول يعني الاحياء دي ما فيش حد يعني فيها مسؤول عن فكره التخطيط البصري او التنسيق الحضاري؟ لا لا لا. طب ايه دور الجهاز، طب ايه دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ده بيعمل ايه؟ دور الجهاز التنسيق الحضاري لما حضرتك تنوي في اي مكان تحط عمل فني تروح للحي تطلب الترخيص بوضعه، الحي عليه ان يسال يرسل او يخاطب الجهاز يرسل هذا العمل، عشان الجهاز هو اللي بيكون الفريق او اللجنه او المجموعه اللي هتحكم على هذا العمل. اصل هي المساله واضحه للعيان يعني على مناسبته لهذا المكان. يعني انتوا احيانا بتفاجئوا بده ما بتبقوش عارفين؟ انا بس عشان واضح، احيانا هو في معظم الاحوال، في معظم الاحيان بتبقوا نفسكم قدام ده. طبعا محدش بلغكم محدش قال لكم. اذا محتاجين اليه جديده يا دكتوره في القصه دي، لازم الامور تعدي على لجنه، تعدي على خبراء، اتباع قرار رئيس مجلس الوزراء اولا واخيرا. مش في ده زي قانون، قرار على اعلى مستوى لا يجوز اضافه اي عمل فني لاي مكان في الفراغ العام الا بعد الرجوع الى الثقافه او الجهاز القومي. دي بقى دي مناشده، احنا بنناشد بقى هنا من 90 دقيقه انه لا يجوز الموافقه على وضع اي تمثال او اي يعني حاجه تمثل الفراغ العام زي ما حضرتك بتقولي، غير لما تمر على وزارة الثقافة، غير لما تمر على لجنة. ليه ما نشكلش لجنة تبقى مسؤوليتها النهاردة ان هي تراقب الجودة، تراقب حتى الهوية بتاعتنا اللي ممثلة في هذه التماثيل؟ كل ده موجود يا فندم، بس اتباع او الالتزام بالقوانين بالتنفيذ بالقرارات، الالتزام بيها هيحقق ده. لكن حضرتك اقول لك ايه اللي بيحصل، هو يقول لك هذه المنطقة غير مسجلة كمنطقة تراثية أو تاريخية، وبالتالي ليس بالضرورة الرجوع إلى جهاز القومي للتنسيق الحضاري. أنا يا بقول خبر. يا مسؤولين في قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص هنلاقي نفسنا قدام المشهد الكارثي. دي مش منطقة تراثية أو حضارية، فالناس بقى تشوف أي حاجة عادي، ولا ده شيء له علاقة بالذوق العام ولا الارتقال ولا بصورة البلد ولا بشكل البلد. العمل الفني لابد من اخذ راي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المكان بتاعه، ورجاء للمسؤولين ما تدشنوش هذه الاعمال اسمكم يرتبط بيها، يعني لا يجوز ان
بعد ما يرفعوا الستار على التمثال مفاجأ كده، ورافع الستار يكون احد المسؤولين او المحافظ على سبيل المثال. يعني ليه بتفتتحوا وبتدشنوا وبتحتفلوا وبتاخدوا قرارات دون الاطمئنان ان هذا العمل لائق؟ يعني بعدين يا دكتوره، زمان مثلا كنا يعني لما كنا بنعمل تمثال نهضه مصر كان في اكتتاب عام وكان مشروع ويتحط فين والبلد كلها بتشترك فيه ومين يعمله، يعني قصدي ازاي الامور يعني حصل لها كل هذا التدهور الغريب؟ انا بشكرك على يعني المفروض ده بيبقى جزء من استراتيجيه كامله للدوله. انا اقول لحضرتك تمثال نهضه مصر اتعمل له نموذج مصغر واتعرض خارج مصر في احد المعارض، وتمثال سعد زغلول باشا لنفس المثال مختار اتعمل له نموذج حوالي 60 سنتي ارتفاعه، وانا شفت النموذج ده بالمناسبه. اتعملت هذه النماذج واتعرضت في معارض دوليه خارج مصر، في معرض في ايطاليا مثلا في روما، وبعدين اتنفذ هذا العمل بالحجم اللي نعرفه النهارده. ده التمثال بتاع العاشر، هو ده سيدة العاشر من رمضان. انا مش عارفه هي دي سيده ولا دي كوره ولا دي ايه بالظبط، ما اعرفش حضرتك شفتيه ولا لا. انا يعني ارجو منكم انكم تستضيفوا من سمح بهذا العمل. انا نفسي اعرفه هو مين اللي سمح. احنا نتكلم والله الجهاز ولا نتكلم بتوع العاشر؟ مش عارف يعني. احنا حاولنا مع التنميه المحليه قالوا مش اختصاصهم. هاتوا العمل يتكلم عنه. اتصور ان هو مختفي دلوقتي. ومين الوافق عليه برضه؟ يعني لو حي فالحي يتحاسب، يعني لو المحافظ المحافظ يتحاسب. انا احب اسمع اللي عمل ده واللي وافق عليه واللي صرح له بده. طبعا نحب نسمعهم، لان انا عارفه القواعد بتاعت الاعمال الفنيه وعارفه ما تجاوزناه، لكن مش عارفه ازاي اتحقق ده على ارض الواقع حقيقة. وبعد الجهد يا دكتور صهير اللي احنا عاملينه في الشكل العمراني وفي الشكل الجمالي للمدن المصرية المختلفة، يعني يصعب على الواحد انه يلاقي حاجة بقى في الاخر بالمنظر ده. اعملوا مسابقات، اعملوا حراك بين طلبت الجامعات حتى يا دكتور صهير، الفنانين الصغار الموجودين عندنا في كل مكان بتوع فنون جميلة والله جبابرة، بيعملوا حاجات جبابرة. انا يعني لما بحضر تحكيم مسابقات بنبهر. أيوة. ليه ده؟ انا لسه حاضرة معرض الأعمال الفن العام اللي معمولة فيه، أنا بتساءل ليه سبتوا الأعمال دي لا تنفذ؟ بالظبط. يعني انبهرت. أنا بشوف مستويات جميلة جدا، وفي الصعيد والله في كليات الصعيد كمان بيقدموا منحوتات وعرضناها هنا في 90 دقيقة لو تفتكر، هيبقى كذا مرة. صح. أيوه. في أكتر من مرة يعني. أيوه. وجداريات، وأنا شفتهم بيشتغلوا على جداريات حديقة الحيوان وفي بعض الأنفاق. بس للاسف ما حدش بيتابع شغلهم ولا بيشجعهم ولا بيشوف الصيانه بتاعتهم. بس كان في جداريه رائعه يا اما في الاقصر يا اما في اسوان، كانت فنانه عاملاها حائط جدار طويل وعملت عليه جداريه رائعه، وبعدين طلع مسؤول لغى الجداريه دي انها عملتها بدون تصريح. طب ما هو واللي طلع ده ايه؟ افندم؟ واللي طالع ده ايه بالتصاريح؟ ما هو بص، ما هو ده ما هو لو ما لو بدون تصريح مصيبه. لو بدون تصريح مصيبه، لو بتصريح مصيبتين. اكيد مجموعه من الفنانين يقولوا لي اشيله ولا ما اشيلوش، لكن انا شلته وهو كان يستحق البقاء. حيطه موجوده رسمت عليها بس طلعت حاجه جميله جدا، شلتها ليه؟ عيب والله. اكيد من اللي هو اللي يقدر يحدد هذا يجوز او لائق او غير لائق. يا دكتوره سهير، ده احنا ده المصري القديم في تمثال اكيد حضرتك عارفاه بتاع خفرع ده اللي هو معمول على الديوريت الاخضر ده، يعني ناس لغايه دلوقتي مش عارفه المصري القديم ومن بيتكلم الاف السنين ازاي نحت على المعدن الصلب. الواحد لما بيشوف مش ممكن يبقى بعد 4000 سنه ده المنتج بتاعنا يعني. وبعدين خد بالك، عيب والله، عيب على ابواب، عيب في حقنا كلنا يعني. متحف كبير يعني، انت دلوقتي هتفتتح المتحف الكبير طبعا، يعني ما عندكش حجه انك تطلع الوسوخ الموجوده. صح صح. يعني عندك متحف العالم كله منتظره، اكبر تجمع ثقافي وسياحي واثري هيبقى في العالم. طب يعني اعمل نسخه
مطابقه وخلاص، لو اضعف الايمان صح. وان كان ده غير نقلدها وخلاص، مش لازم نجود، غير يعني مش مطلوب برضو الاستنساخ، يعني الاستنساخ برضو ضعف فني. فيعني لكن ما عملش حاجه مشوهه. والله بمناسبه الاستنساخ كمان يا دكتوره، احنا يعني ما فيهوش تكافؤ خالص يعني. تمام تمام يعني بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. انا بشكركم لان انتوا بتثيروا موضوع خطير جدا ويمس فعلا. لا ده انا اوعد حضرتك ان احنا هنركز عليه اكتر، ولازم يكون في يعني اشارات واضحه للمسؤولين في القصه دي الحقيقه، لانه بيسيء لينا جميعا. من فضلك انا بترجاكي، مش مهم تستضيفي متخصصين او ناس يعني فاهمه بتعمل ازاي، استضيفي اللي بيعمل ده، هو ده اللي يعني لازم يطلع الناس تشوف منطقه ايه. صحيح. او عمل ده ازاي. فيعني ده انا في رايي يعني افضل من ان انا اجيب متخصص. لازم نفهم الناس دي بتفكر ازاي وبتعمل كده ليه. بالظبط كده بالظبط. تمام. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور سهير زكي حواس، استاذ العماره والتصميم العمراني، كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. نورتينا وشرفتينا، وموضوع يعني محزن الحقيقة، زي ما أنا وأنت كنا بنتكلم أنه ما ينفعش في حضارة بهذا العمر بهذا الإبداع بهذه العبقرية يكون ده في النهاية المنتج بتاعنا، وخصوصا أن النحت دوت إحنا اللي بدعناه وخلقناه يعني في وسط الحضارات. يعني محتاجين وقفة في الموضوع ده، ونشوف مين المسؤول بقى عن وضع التماثيل بالطريقه دي. الحقيقه ينفع اضيف حاجه؟ انا فضل. انا ما بطلعش كتير والله، بس الموضوع ده اصلا غيظني جدا من زمان. غير كمان موضوع التماثيل بالمره بقى، عشان برضو المواضيع دي كلها زادت عن حدها، ويعني وده النداء بقى للسيد رئيس الوزراء، للساده المحافظين، للساده المسؤولين اي مكانه، احنا اصبح عندنا مشكله كبيره في تقييم اصلا الاعمال الفنيه. احنا لسه برضو طالعين من فضيحه اهو، انا مش عايز اكررها تاني، لكن البوستر مهرجان الاسماعيليه الدولي السينمائي طلع منحوت، او مش عايز اقول مسروق، مقتبس. وقبليها شفنا في محطه المترو برضو نفس القصه بنفس الفضيحه، برضو مقتبس. وقبليها برضو تمثال اخر لمثال كبير، وقاعدين نتخانق اذا كان هو خدنا اذنه ولا ما خدناش اذنه. الموضوع ده اصبح في حاجه الى الضبط، لان كل حاجه من دي بتؤدي لفضيحه عالميه. ما ينفعش يبقى في بوستر مهرجان دولي ويبقى مسروق، او تبقى محطه مهمه في مصر ويبقى البتاع مسروق برضو، ونرجع نقول اصل هم اللي وافقوا، اصل الشركه، اصل البتاع، ونلغي ونعيد من اول وجديد. الموضوع ده اصبح، انا بتكلم غلط يبقى ولا ايه؟ لا انا متبطل الموضوع يعني... ده اصبح في حاجه الى حاكمه. مين بقى اللي يحكمها؟ ده نداء رئيس الوزراء. حضرتك شوف القصه دي بيحصل فيها ايه، لانه المساحه الفنيه العام اصبح فيها مشاكل كبير جدا، وانا اعتقد كمان ان وراها مش عايز اقول فساد، بس غالبا فيها فساد يعني.